أسرة أنصارية حزب أمة، لكن عندها مبدأ وهدف أساسي هو خدمة أهل السودان والسودان ده لإحياء الدين والوطن. عبد الرحمن ده فلته ما بتلاقي تعرف والله ما في ولا في كيان الأنصار ولا في السودان. الناس بيريدوا ريدة شديدة جدا، يعني مثلا في لما كوننا الإجماع الوطني قبل التجمع الوطني الديمقراطي، يعني القوى السياسية دي كلها بإجماع قرروا إن عبد الرحمن ده يكون هو الرئيس حق الحاجة دي. هو عنده قبول عند كل الناس، مش إحنا مختلفين، إحنا ما مختلفين في قضية السودان، لكن كل زول فينا بعين لها بوجهة نظره بمعتقداته وأفكاره الداخلية، لكن في النهاية مصلحة السودان عشان نوصل السودان ده لبر الأمان، عشان نمرق من حكم الكيزان الله لا عادل ولا بارك فيه، عشان نعمل ده. بعد ذاك بيبقى ممكن تختلف المنهجيات حقاتنا، إحنا كأحزاب مختلفة، لكن الهدف الأساسي واحد. ما بيتكلم عن نفسه اصلا، يقول انا ده ما في تتكلم، ما يقول لك البلد السودان الشعب السوداني ده دستور. ربنا سبحانه وتعالى اداه يعني الثبات، اللي هو عنده 4 جدود استشهدوا في المهدية، آخرون بهداية، ده زوج صغير جدا مات عمره 20 سنة، لكن كان حاجة كده outstanding يعني. وبالتالي الحتة دي بتاعت الشجاعة والإقدام والثبات قدر ما حاولوا ناس الإنغاس كل وسائل التعذيب حقتهم، أجابوها من برا ولا العملوها هنا عشان يهدوا حيل الزول ده وياخدوا منه الدايرين، ما قدروا خالص. الحمد لله رب العالمين. بيوت الأجباح دي بالمناسبة، بس في حاجات حكى لي، قال لي والله أنا واقف في جلود ناس، أنا واقف في الزنزانة جلود تحتي كده في جلود ناس، يعني زنزانة حيطة حقت الشارع، بعض حيطة تاني طاقة هناك فوق، قال لي الطاقة دي لما ما بنشوف الهواء إلا لما تجي عربية في الشارع ترفع الهواء فوق. نحن مشينا لو إذن 7 دقائق ولا ربع ساعة ما بعرف في القيادة، فمشينا شايلين، أنا في نظارة هنا حقته لقيتها قمت شيلتها معي ساكت، فده قاعد في كرعيني ما عرفه. عبد الرحمن لما جانا أسود 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 لون اسود، فلما عينت عليه قلت لك عبد الرحمن الجاي ده عبد الرحمن، فلما وصلنا احنا ذاته حتى عرفناه، فولده ابا ما يتدلى من كور عيني، فبعاين له مستغرب. قمت قلت له انت وين نظارتك؟ قال لي نظارتي كسروها ودوا شالوا وخدتوا المحتغل معاه، وخدتوا له تبعد مرقون في الهناء، خدتوا له مرتبتين وبطانيتين ومخدتين، وقالوا ابقى راجل دي واحدة. فسبحان الله، فده محمد ده قاعد في كرعيني، بعد اديته النظارة حتى نعرفه، فطوالي نزل مني جرى طوالي مسكه،
تكلم يا ما عرفتني انت الا بعد انا لبست النظاره. والله النظاره انا جبتها ساكت يعني انا ما قايله ذاته والنظاره اتكسروها. ورقة 18 سنة. ففي 18 سنة الحمد لله رب العالمين عندنا كراس فاتحة 18 سنة بيتغذى بالأنبوبة بتاعت التغذية. أنا من المستشفى العسكري الرياض رفضت إنه يعملوا لي الأنبوبة بتاعت البطن اللي بيفتحوا وعملوا فتحة فبالأنبوبة بتاعت بالنخرة بنغيرها كله 15 يوم. الكراس ده فاتح بياخد وجبة كل 4 ساعات 2 6 10 2 6 10 6 وجبات في اليوم تضبط على ساعتي بتقلب كل ساعتين. وعشان كده نحمد الله إن شاء الله في ميزان حسناته. 18 سنة ما جاته قرحة سرير ما جاه التهاب بول ما جاه التهاب صدر خالص. الوش حقه وش ناير جدا. أنا بفتكر إنه دي ذاتها تورية من ربنا سبحانه وتعالى إنه خلى لنا 18 سنة عشان يقول يا ولاداتي أنا قاعد ما هو أخطوا يبتلى ربنا كتبوا عليه ولي ولاداتي أنا قاعد مارسوا حياتكم عادي قاعدين مطمئنين يعني ما حاسين بيوتهم ما حاسين بإنه فيه فقدوا حاجة. وأنا الحمد لله رب العالمين برضه هو قاعد جنبي أنا ما حاسة بإنه هو ما في نهاية ما حسيت إنه ما في حاسة إنه موجود وموجود أكثر من المرة اللي فاتت. بل بالعكس والله يعني خدمته بالنسبة لي أنا أسهل من شرب الموية. ما تعبت لا قلقت لا تألمت لا فترت لا كليت لا مليت بل سبحان الله يعني دي حاجة إلهية. أنا بفتكر إنه دعوة إلهي من ربنا سبحانه وتعالى هداني له ورجل ما سهل عجيب رجل ما سهل. Thank you.